ازيكم يا اصحابي، وحشتوني قوي. النهارده جالنا هديه جميله خالص، بس يا ترى ايه اللي حصل؟ حصل حاجه وحشه قوي بعد ما جت لنا الهديه دي. عايزين نتفرج كلنا ايه اللي حصل النهارده، بس طبعا عشان نتفرج لازم نضغط على الزرار بتاع علامه اللايك، الايدين اللي صباعها لفوق، ونضغط عليه كلنا بعد ما نعد مع بعض. 1 2 3. انا متاكده ان كل اصحابي ضغطوا على زرار اللايك، وكمان اللي ما اشتركوش ضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر. بس اوعوا تنسوا تضغطوا على علامه الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتنا الجديده. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل النهارده. حصل حاجات غريبه جدا. يلا يلا يا طماطم، تعالي نفتح لتيتا نانا بسرعه. يا ماما ماما، تيتا نانا جت، تيتا نانا جت، تيتا نانا ها هي تيتا. ايه الشحنه الكبيره دي؟ ازيكم يا بنات، وحشتوني قوي قوي. وانتي كمان يا تيتا، هاتي عنك الشنطه الكبيره اللي انتي جايبها لنا دي، حاطه فيها ايه؟ طب وسعوا، بس وسعوا، ركبي بتوجعني قوي. تعالي يا تيتا تعالي اقعدي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا ماما، اخبارك ايه؟ ازيك يا منى، وحشتيني قوي يا حبيبتي. انتي كمان وحشتيني خالص بقى يا ماما. انا هروح انادي العيله تسلم عليكي. خليها خليها، تلاقيها ملبوخه في المطبخ زي عادتها. ايوه ايوه طبعا، اقعدي بقى اقعدي ارتاحي شويه. انت واقفه ليه؟ والله يا بنت انا بلف من الصبح. ليه يا ماما، في ايه؟ كنت بجيب للبنات هدوم العيد. يا خبر يا ماما، لا 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 ما ينفعش ابدا، تعبتي نفسك ليه بس كده يا حبيبتي؟ ما كانش له لزوم خالص. هي تيتا جابت لنا هدوم العيد. الله، ربنا يخليكي لنا يا تيتا نانا. حبيبتي يا حبيبتي بقى، وريني كده الشنطه اللي معاكي دي فيها ايه، خلينا نتفرج. انت جايبه لنا فساتين جميله يا تيتا. جايبه لكم فساتين حلوه قوي 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 يا اولاد. يا بنات يا بنات، كفايه كده، ما تتعبوش تيتا نانا. وبعدين معاكم، سيبيهم سيبيهم يا منى، ده انا فرحتي فرحتهم دي، اما طلع لهم الفساتين بقى عشان يلبسوها. هنجيب الترابيزه ونيجي حالا يا تيتا علشان تحطي عليها الشنطه وتفتحي كده براحتك. يلا يا توتا، يلا يلا يا تيتا نانا. حاضر يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين يا بنات، العيد فرحه. وانت طيبه يا ماما، وانت طيبه، وانت طيبه يا تيتا. العيد لحمه، العيد لحمه. ايوه، وكحك وبسكوت. مش ده بتاع الكحك والبسكوت يا توتا، ده بتاع اللحمه. الله، يعني انت جايبه لنا لحمه كمان في الشنطه؟ ايوه طبعا، امال ايه يا بنات؟ ايه، هناكل كمان لحمه يا توت. انا عايزه كفته مش عاوزه لحمه. وانا عايزه كفته على السيخ. طب يلا قبل السيخ والكلام ده، وريني الفستان بتاعي بقى. حاضر يا حبايبي. الله، ايه ده؟ ايه ده يا تيتا؟ هو ايه ده يا تيتا؟ دي الفساتين؟ دي فساتين جميله قوي، البسوا البسوا كده. هو انا لازم اطلع؟ اطلعي يا توتا، اطلعي اطلعي، يلا فرجيني ايه الجمال والحلاوه دي. حلاوه ايه بس دي؟ ده حلاوه المولد. اهو يا تيتا اهو. ايه الجمال والحلاوه دي يا اختي؟ على طعامتك يا توتا. حلاوه ايه بس يا تيتا؟ الفستان ده مش عاجبني، مش عاجبني خالص. هو عامل كده ليه؟ ايه يا تيتا اللي انت جايبه لنا ده؟ بصي الفستان عامل عليا ازاي. يا خبر يا بنات، يعني هي دي شكرا اللي بتقولوها لي وانا جايباهم وفرحانه قوي علشانكم؟ اخص عليكم يا بنات، انا زعلانه قوي، يعني الفساتين ما عجبتكوش. طب جربوا طيب الفساتين التانيه، ده هي جايز تعجبكم. لا لا انا مش عاوزه، ما هي زيه بالظبط، والالوان دي كمان مش بحبها. ولا انا يا تيتا، الالوان دي وحشه خالص. شوفي انا عامله ازاي، الفستان عامل عليا ازاي، زي نفرتيتي. لا، ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا بنات؟ ينفع نقول لتيتا كده؟ يعني لما حد يجيب لنا هديه ما ناخدهاش ونشكره حتى لو الهديه مش عاجبانا او مش على ذوقنا؟ كفايه ان هي نزلت المحلات واشترت ودورت، مش كده ولا ايه؟ يلا كل واحده فيكم تروح تشكر تيتا وتبوس ايديها كمان، تقول لها الف شكر ليكي يا تيتا حتى لو مش هتلبسوا الفساتين. عندك حق يا طنط منى، عندك حق فعلا يا ماما، احنا اسفين يا تيتا، حقك علينا. يلا يلا روحوا عند تيتا وتأسفوا لها. روحوا فين يا تيتا؟ انا ماشيه يا بنات، خلاص انا لا يا تيتا، انت زعلتي ولا ايه؟ لا يا تيتا ما تزعليش، خلاص يا تيتا، حقك علينا والله، حقك علينا يا تيتا، والله الفساتين جميله، تسلمي ايدك. لا خلاص، انتوا قلتوا لي انها وحشه وانا هروح ارجعها. لا لا، دي جميله يا تيتا، انا حبيت الفستان قوي، اصل انا ما كنتش ظبطاه وماما ظبطته لي. وانا كمان يا تيتا، شوفي ظبطتي الفستان عليا وبقى جميل ازاي، الف شكر ليكي يا نانا، انا بحبك قوي. وخلاص خلاص، مش زعلانه منك، الفساتين عجبانا موت، الف شكر ليكي.
يعني بجد عجبتكم يا بنات؟ ايوه طبعا عجبتنا، تسلم ايدك. دي تحفه يا تيتا، مفيش حد يجيب لنا زي ذوقك يا تيتا خالص. وكفايه ان انت دورتي ونقيتي ولفتي على المحلات وتعبتي لحد ما جبتيهم وفكرتي فينا كمان. يلا بقى يا تيتا لعيد فرحه. هي عيد فرحه اجمل فرحه، هناكل لحمه يا تيتا. هي بس مش ناكل كتير علشان بطننا ما توجعناش. يا حبيبتي يا توتا انت وطمطم، يا حبايبي يا حبايبي. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي.